طمني طمني يا دكتور. ايش لا 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 اطمن اطمن كل شيء تمام. ايش راح تسمي ان شاء الله؟ والله يا دكتور حقيقه الان ما بعد يعني يجي باسمه ان شاء الله ان شاء الله. طيب يا ليت يا اخ ابراهيم تفضل معي المكتب عشان نخلص شويه اجراءات. ان شاء الله تفضل معي. طبعا. اخ ابراهيم سم. من هنا اهلا بك. اهلا وسهلا. هذه ان شاء الله كلها نص ساعه وينتهي الموضوع ان شاء الله يا دكتور. أوقع. يا رب يا رب يا رب. تحب تتفضل معي؟ والله إذا ما كان فيه إزعاج عليكم. لا أبدا أكون سعيد جدا. تفضل معي. سهلا. ألف ألف مبروك. خلوني أعرفكم على بعض. أهلا 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 أهلا. أنا سعيد فيك على فكرة، سعيد فيك وسعيد إني شفتك ومش عارف من أول ما شفتك حبيتك. مش عارف بجد بجد حاسس كذا إن حنكون أصدقاء. ما قلت لي الاسم الكريم؟ اسم إبراهيم. إبراهيم. إبراهيم اسم حلو اسم رائع. يا كثير حبيت الاسم هذا وكثير حبيتك أنت، حبيتكم كلكم. لا تخيل إبراهيم، إبراهيم لا تتخيل، عندي أسئلة كثيرة، عندي أسئلة كثيرة بشكل غير طبيعي. أبغى أشوف كيف عايش، أبغى أشوف كيف تأكل، كيف تشرب، عندي أشياء كثيرة مش معقول. يا دكتور حقيقة عندي أنا يعني عندي استفسار، يعني هل لي أشوف هذا صحيح قدامي هذا ولا أنت مقمر على عيوني؟ أخ إبراهيم أنا عارف أنك مندهش وهذا طبيعي لأنها في البداية للوهلة الأولى تكون غريبة، لكن مع التعود تعيشوا مع بعض خلاص كل شيء يصير تمام تمام. وأنت يا إبراهيم
انت ابراهيم حطول علينا، ما قلت لنا تفضلوا، ما قلت لنا حياكم الله نشرب على الاقل فنجان شاي. لا لا حياك الله، بالعكس ساعة مباركة الحقيقة. يلا 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 اذا خلينا نطلع، خلينا نطلع، ابغاك توريني الرياض. انا اسمع بالرياض بشكل غير طبيعي، ابغاك توريني الرياض، بشوف الناس، بشوف الشوارع. يلا يا ابراهيم يلا. ممكن كلمة يا دكتور لو سمحت؟ طبعا تفضل. يا دكتور الحقيقة أنا ما أقدر أطلع مع الأخ هذا لأن ما أبغى أحد يشوفنا أنا وياه. تعرف مثلك عارف يا دكتور ما يعني هذا إحنا جايبينه علشان المهمة معروفة. يروح عني للدوام. يعني إذا كان يعني يمارس بعض الأشياء الخفيفة مثلاً الزيارات الاجتماعية ما لها لازمة يروح، أكثر من كذا يعني معروف. وأنا يا دكتور يعني محرج اللي أقول له محرج. أيوة تحرج جدا. إنسان لطيف هذا، شوف إنسان لطيف ويجعك وجيني وشيني، شوف لطيف هذا، لا تحرج منه أبدا، لا تحرج. لا ودي يا دكتور الله رايحينك يعني رايحينك إنك تقول له يهدي الرمل. أشوفه أنه مطيور. نعم يعني ما هو براكد. قد تقول له أنا لاحظت الشيء هذا، حاس إنه منطلق شوي، هو احتمال العيار زاد شوي. يمكن بس ههدي الأمور. على فكرة وشغلة مهمة جدا لازم تعرفوها أنتوا الاثنين، أنتوا ما يمكن تظهروا في أي مكان عام مع بعض. ركز معايا أنت، ها ركز معايا، تلتقوا بس في البيت، في البيت بس. جميل جدا، ما تسقي من أبراهيم. ولازم تعرف انه دورك تروح عن ابراهيم للدوام وتقوم ببعض الاحتياجات اللي يطلبها منك، فاهم ولا لا؟ فاهم. وانا على فكره حكون مبسوط جدا اني اقوم بالدور هذا. اذا الف الف مبروك، واقدر اقول تكرر الله. وش بعد وش بعد وش بعد؟ بس هذه القصه. أنت الحين عرفت كل شيء من طق طق. السلام عليكم. يعني أنا قلت لي أنه 7:30 بالضبط أكون على المكتب. أنا 7:30 ودقيقة حكون على المكتب بالضبط. ما تتخيل ما تتخيل يا إبراهيم أنا قديش محتري متى تيجي 7:30 علشان أكون على المكتب. أبغى أشوف مكتبك، أبغى أشوف زملائك في العمل، أشوف أصدقائك. على فكرة الولد هذا صديقك إيش اسمه؟ رشيد. لا يا شيخ، ذاك اللي كلمتني عنه، ذاك اللي طاح عليكم في البر. اوه المحقان. ايوه المحقان الوقت هذا باين من شكله انه دمه خفيف بطريقه غير طبيعيه، بس على فكره لازم اشوف شكله، لازم اشوف شكله، انا ابغى اشوف شكله. اي يا شيخ حسبك تتكلم عن رشيد. رشيد هذا على فكره ماني بحبه، هلالي. وعلى فكره من الحين اقول لك اياها، انت نصراوي لا تفضحنا، نصراوي. وبعدين فيما يتعلق بالصور وما الصور، انا عندي لك البوم هذا كبره فيها من صور المدير الاصغر واحد. ويلا يبا يلا يلا، جزاك الله خير، بكره وراك دوام فيها صحيه من بدري. يلا يبا يلا، بكره الدوام، بكره الدوام، تركت تركت، بكره الدوام، بكره الدوام، وبكرة الدوام، بكرة الدوام، وبكرة الدوام، بكرة الدوام، وبكرة الدوام، بكرة.